ما قدرش يدي نملت. خد انت ماشي هاخدها. يلا دورك. ما قدرش اضربك. ما تجي نلعب حفره. لا لا اللعبه دي حلوه. لا ارفع على وشك. مرات على وشك. دلوقتي انت دلوقتي هنشوف مين فيكم عابل يال. ام عابل ايتين اجدي هكسب. لا انت كده الخسران. استنى ايه اسكت. مش الكيس ده اصلا بتاعي؟ لا بتاعي ما تخميش. اسكت يا غبي. الكيس البامبي ده بتاعي. مش البامبي للبنات وانا بنات. والكيس المليان ده بتاع العترة. انا عايز اجابة واحدة. الكيس ده بتاعها ولا بتاعك؟ ايوه بتاعي والكيس ده بتاعه. يبقى انت اللي خسرتي. افتحوا الباب. سلام يام. أول مرة تقول لي يام. تفضل يام. اقفلوا الباب. أبوي يعني مربوخة مشيت كده خلاص؟ أيوه ضحت بنفسها عشان العطر يفضل. يعني ما هنشوفهاش كده تاني أصل؟ ما أنا كنت حبيتها قوي بس كنت مداري الحب ده عنها. كان نفسي أقول لها إنها أول حد يحبنا ويخاف علينا بالشكل ده بعد أمنا بس ما لحقتش. انا ما عاوزش مربوحه تمشي يا ابوي. يا ريته كان بيدي يا ولدي. يا ريته كان بيدي. انا ما كنتش متخيل انها تاثر للدرجه دي. انا قلت خلاص قلبي بقي حجر ما احسش بيه تاني حد ما ربنا وقع البت دي في طريقي. بنت مهبوشة مدنونة بس قلبها أبيض سرسبت في قلبي ما عارفش كيف. كانها عيلة صغيرة تايهة ما صدقت لقيت أبوها شعبطت في ديل جلبيته تمشي معاه منين ما يروح عشان يطبطب عليها ويطمنها يحسسها بالأمان. بس تعرف عترة اللي عملته معاك ده خلاها كبيرة في نظري. الإنسان اللي ضحي بنفسه عشان واحد تاني ما يعرفوش إلا من كام يوم ده يبقى إنسان أصيل وقلبه أبيض وما فيش منه. عندك حق. دي كانت جادة صباح العشاء عشان ترضيني. تعرف إيه اللي مزعلني يا أبوي؟ إيه؟ إنها ماتت بسببي. ما تقولش كده. لا ماتت بسببي. ما تلومش نفسك يا ولدي. هي ماتت بسبب الفجرة دول بس ورحمة مربوحة لجيب حقها قبل ما دمها يبرد. هتعمل كده كيف يا ابوي؟ ربك يدبرها.